زهره خدامه في ميكومار بطانا حسين مدينه سالا. هاد الناس هادو وقفونا بدون سبب، وقفونا بدون سبب ما عرفناش. دابا تنطالبوا بحقنا، يا يرجعونا يا يديروا يعطيونا شي حاجه، ان نحنا موقفين. واش نقول لك، هاد الناس ظلمونا بزاف، ظلمونا بزاف، وما ما نصفوناش كاع نهائيا. عينا ما نطرقوا البيبان، مشينا للجامعه، مشينا للعماله، ما خلينا فين مشينا، وما كاينش كاع اللي يسمع لينا واللي تصنت لينا كاع نهائيا. انا من الاقدمي، من ايامات اوزون، من كانت شركه اوزون احنا خدامين معاهم، ما بغاوش يعطيونا وما تيسمعوش لينا. قال لينا نتوما ما تتشرفوناش، علاش حنا ما تنشرفوهمش؟ حنا عمرنا دافع، بالعكس حنا تنشرفوا هذيك الشركه، حنا تنخدموا وتنجادوا. راه كاين اللي عنده وليدات ما عندهاش الراجل خدامه على اليتامه، ما يمكنش. انا الهام، خدامه مع هذه الشركه ديال ميكوما مده 6 سنين دابا، وانا خدامه في النظافه. في ليله ونهار قالوا لينا توقفتوا، نهار قبل العيد وقفونا، حنا ما فهمناش علاش وقفونا. حنا دابا تنطالبوا حاجه وحده، يا يردونا يا يعطيونا الحقوق ديالنا، هادشي اللي تنطالبوا. تنتمناو يرجعونا. دابا المهم بغيت نوصل لك باننا حنايا مقيدين بكارت دفتر التحملات، وفي الاخر وقفونا قالوا لنا انتم ما عندكم حتى شي حق حتى حاجه. حنا هاد الناس هادو تنطالبوا منهم باش يرجعونا نخدموا، ما كرهناش ما كرهناش نرجعوا نخدموا. لا ما بغاوش يرجعونا نخدموا، يعطيونا الحقوق ديالنا. دابا ما قالوا لنا لا انتم مطولين لا انتم جالسين، وحنا خاصنا نخدموا على وليداتنا. حنا عندنا وليدات اليتامى، ما عندناش عندنا اليتامى اختي. معكم انا شهاب الادريسي، خدامه مع ميكومار من 2013، وكبحال اللي وقع على السيدات جاو وقفوني حتى انا بدون سبب، وتنطلب منهم انا يردوني الخدم حيت محتاجه لهاد الخدمه، الله يجازيهم بالخير. وانا مقيده في دفتر التحملات 2013، انا داخله مع الشركه الاخرى وخدمت مع هادو عام. كنت مع اوزون انا، وصلنا درنا مع كل شيء، وحتى دابا باقي ما عطاونا حتى حل. تيقولوا لنا سيروا هاد السيمانه، السيمانه الجايه، ما عرفنا السبب. رجعوا قالوا لنا راكم موقفين وشكينا وكل شيء، ولكن ما داروا معنا حتى حل. دابا يا اما يردونا الخدمه الله يرحم الوالدين، يا اما يتفاهموا معنا، وحنا محتاجين هاد الخدمه، محتاجينها اختي.